دوليا أسقطت القوات الجوية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودية اليوم طائرة بدون طيار مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مطارات مدنية بالمملكة. من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن الميليشيات الحوثية الإرهابية بدأت باستخدام أسلوب الهجوم المتزامن بأعمالها الإرهابية بعد أن قامت بتنفيذ هجومها الإرهابي على أحد المعسكرات الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن بتعاون وتنسيق وثيق مع ما يسمى بتنظيم داعش. وأكد العقيد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات بكل صرامة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.